زي يا شباب ما شفنا في الفيديو اللي فات ان كانت القاعدة الاساسية عندي عشان اعمل ضم متباعد ان انا عندي يبقى ناقصين نقطتين للضم، هنسميها نقطة حقيقية ونقطة وهمية. النقطة الحقيقية هي اللي يحصل فيها التعاشق لانتاج القماش، اما النقطة الوهمية هي النقطة اللي بجمع فيها الحذفات السابقة قبل عملية تكوين الوبرة، بحيث ان يبقى عندي منطقة بين القماش تمام وبين الحذفات اللي انا شغال عليها دي. المنطقة دي بعد عملية الضم هي هتتحول لي ايه؟ لشكل الوبرة. مفهوم يا شباب؟ تمام. ترتيبات الوبرة المتعارف عليها، عندي ترتيب واحد أرضية لواحد وبرة، وعندي اتنين أرضية لاتنين وبرة. أفضلهم طبعا هو اتنين أرضية لاتنين وبرة، علشان خاطر ده بيديني نفس صافي وأنا شغال. عشان بعمل عملية التطريح ببدأ أطرح اتنين أرضية واتنين وبرة جنب بعض، فالنفس بتاعي يبدأ يكون صافي. بعد كده عندي للوبرة ارتفاعات مختلفة من خلال التركيب. احنا قلنا الوبرة ممكن تجيلي عن طريق ايه؟ اختلافين، يا اما اختلاف مكان نقطة الضم، ان انا ابعد مكان نقطة الضم الوهمية عن نقطة الضم الحقيقية، فينتج لي الوبرة، ابعد المسافة عن بعض فالوبرة هتزيد، اقرب المسافة من بعضها فالوبرة تقل، او من خلال تركيب الناسجي عن طريق حاجة اسمها السلال اللي هو الحلفات. لو انا عندي التركيب اصغر تركيب بالوبرة هو التركيب اللي احنا شايفينه دوت على 4 في 3 تمام، ده اصغر تركيب للوبرة، في بيوصل لحد 4 في 7 حلفات اللي هو تكراره يبقى 4 في 7، ونعرف دوت من خلال الشرح في الكلام اللي جاي ان شاء الله. بعد كده هنخش على التركيب النسجي الخاص بالوبرة، وهو التركيب النسجي السادة الممتد رأسيا 2 على 1. ادي عندنا السادة 2 على 1، هو كده ايه الارضية. الترتيب اللي انا هشتغل بيه هنا يا جماعة مثلا هو الترتيب 2 ارضية ل2 وبرة، وهشرح برضو 2 وبرة ل2 ارضية. اول حاجة هبدأ اقول هنا يا جماعة انا اشتغل عندي السن الممتد 2 على 1، هفضي ده خالص كده، ده علامات الوبرة تمام. اول حاجة عندنا حاجة اسمها ايه؟ ظهور الفردي وظهور الزوجي والخلط والتسقيط، دول الاربع تراكيب الاساسيه للوبره اللي بشتغل بيهم دايما في كل التراكيب الوبره، حتى مهما كان اختلف معايا السلال، وهنعرف لما يختلف السلال هيختلف فيه، لكن هو نفس الفكره او نفس الكونسبت اللي احنا شغالين بيه، اللي هو عندي ظهور اللون الفردي اللي هو دوت، اعتبرنا ده الفردي او اللون الف، او ظهور الزوجي اللي هو مثلا لون ب تمام، او ظهور الاثنين مع بعض، او التسقيط او اللي هو بيسموه الحفر، يعني مفيش حاجه ظاهره في الوش، الظهر بتاعه خلط تمام. هنبدا اول حاجه مثلا بظهور مين؟ ظهور الفرد. انا لما هعمل كده تمام، شايفين المنظر اللي عامله دوت كده، عندي الفتله الفردي هتبقى فوق، لما هتيجي تضم عمليه الضم تحصل تمام، هتبدا تكون لي مين؟ العلامات الاكتر للسيده هنا، اهي هنا علامات السيده اكتر من هنا، فاعتبر ده الوبر خلاص، الارضيه هتبقى ثابته مش هتتغير، ده دايما معايا سن 2 على 1. نيجي برضو نفس الكلام ده، يعتبر سن 2 على 1، بس اختلاف الحركه بتاعته هو اللي بيكون الوبر. اختلاف الحركه مع فكره الضم المتباعد او بعد مسافه النقطه الوهميه عن النقطه الحقيقيه هو ده اللي هيكون لي الوبر. ادي ده عندي 2 على 1، نفس الكلام العلامتين هنا، لما حطيت العلامتين دول زي ما احنا شايفين كده مع بعض وخلفت بينها على الارضيه كونت لي الوبر. كده انا عامل ايه؟ عامل ظهور الفرد. طيب لو انا جيت شلت ده كده، شلت دول تاني رجعتها فاضيه خالص وحطيت تمام، دي هنا ودي هنا ودي هنا تمام، كده عندي مين اكتر في علامات ظهوره؟ كده علامات الاكتر لمين؟ للسيده الزوجي، والفردي علامه واحده، فمين اللي هتظهر؟ التركيبه هيظهر هنا مين؟ وبره زوجيه او وبره زوجي تمام. هشيل فض خالص تمام، وهعمل العلامه دي كده والعلامه دي كده، كده الاثنين قد بعض بالظبط، فكده معناها ايه؟ ظهور تركيب ظهور الخلط، عشان خليت الاثنين يطلعوا في نفس بنفس القيمه مع بعض، فكده عملت لي ظهور خلط. طيب هشيل دول تاني واعمل دي واعمل دي تمام، ده برضو خلط بس مفيش وبره طالعه زي ما انتم شايفين كده، العلامات اقل، الوبره طالعه في الظهر مش في وش القماشه. ليه؟ انت تخيلت معايا كده ان العلامات دي كلها دي لحمه ودي لحمه، فالوبره فين؟ الوبره بقت في ظهر القماش اللي من وراها، من ورا القماش تمام، فده بيسموه ايه؟ حفر او تسقيط، اللي كان ظهره مين؟ اللي هيبقى ظهره خلط. طب نرجع تاني نعمل التركيب اللي فات دوت ونحاول نتخيل الظهر بتاعه عامل ازاي تمام، كده الظهر ده بتاع مين؟ بتاعه الاثنين.
كده الوبرتين بتوعي ظهروا في الوجه، يبقى الظهر بتاعه هيبقى ايه؟ الظهر بتاعه هيبقى ايه؟ هيبقى فاضي تمام، او حفر. ليه؟ لان الوبرتين طلعوا قدام خلاص، الف وب قدام تمام، مفهوم. يبقى كده عندي الوبره الفردي عرفناها، والوبره الزوجي عرفناها، والخلط والتصقيل تمام. نيجي نغير الترتيب، نخلي الترتيب بتاعنا ايه؟ نخلي الترتيب بتاعنا واحد ارضيه الى واحد وبره. ادي واحد ارضيه اهو، وادي الثانيه بتاعته. يبقى كده عندي الارضيه خلصناها. نيجي عند الوبر، يبقى ده الوبر الفردي وده هيبقى وبر الزوجي. الوبر الفردي لو انا عايز ازود الفردي هجيب لون تاني عشان يبان معانا في الشكل، في الشكل اهو، ادي الاصفر مثلا، الوبره هتفضل ثابته. ادي ده كده ودي كده، واحط دي هنا كده. انا عملت مين؟ ظهور الوبره الفردي تمام. هاجي اشيل ده كده، اشيل دول كده خالص، برضه نفس الترتيب بتاعي واحد لواحد. هحط دي هنا واحط دي هنا واحط دي هنا كده، ظهور مين؟ ظهور الوبر الزوجي. ونفس الكلام لما هعمل خلط اهو، ونفس الكلام لما هعمل الايه؟ التسقيط. طبعا تركيب الوبره مفيش اسهل منها، حاجه سهله جدا. والفكره كلها هيبقى في ايه بقى؟ ان انت ازاي تعمل مساحات لونيه مختلفه، زي الانسان اللي هتيجي مع اللي هتيجي في الشرح قدام والتمارين، انك انت يبقى عندك مساحه. والله انا عايز اظهر دي الف، وعايز اظهر دي والله دي خلط، وعايز اظهر ديت الوجه كذا، والظهر بتاعها هيبقى كذا تمام، عشان تبقوا ايه؟ فهمتوا الصوره ماشيه ازاي. بعد كده هنبتدي نشرح هنبدا نعمل يا جماعه سلال اربعه تمام. هنجيب بقى ايه؟ نجيب ابيض ونبيض الارضيه علشان نرسم سلال أربعة. مضطر هنعمل ايه؟ هنرسم سلال تلاتة عادي، اللون الأسود أهو تمام. هشتغل بترتيب واحد أرضية لواحد وبرة استمرار، بعد كده هرجع أشتغل إلى اتنين لاتنين. طبعا عشان أنا واخد الجردل فهو جاب زي ما أنت شفته كده، نجيب ده كده أهو، أرجع ده تاني، نجيب القلم بتاعنا تمام، وأبدأ أوقع سلال واحد على اتنين تمام. فكده انا شغال ترتيب كام؟ لا انا غير الترتيب معلش، خليه واحد واحد زي ما احنا كنا شغالين، عشان ايه؟ نبقى خلصنا المجموعه كلها مع بعض، وبعدين نرجع نعمل اتنين اتنين تاني ماشي. القاعده عندي ان انا عندي بحط علامه على الاخير، وده القاعده، دي قاعده السلال لما هبتد عن اكتر من ثلاثه تمام. هاجي عند الاخير واحط علامه، هحط علامه هنا؟ لا مش محتاج، انا شغال ترتيب واحد لواحد تمام. هاجي عند مين؟ شايفين الثالثه دي؟ التالتة دي هي اللي بشتغل عليها، بشتغل عندي زي ما بشتغل ايه وانا كاني شغال، مش هعتبر دي مش موجودة بقى خلاص. اجي زودت العلامة بتاعتها واعتبرها مش موجودة في اللحظة دي تمام. انا وانا شغال باجي هنا وبحط العلامات بتاعتي هنا وهنا، اجيب لون تاني اهو الاصفر ده مثلا تمام، اعتبر دي خلاص مش متصدر، ده مش موجود. لو انا شغال ده كده تمام في الوضع اللي احنا عاملينه ده، المفروض ده كده ظهور ايه؟ اللي هو سلال تلاتة، سلال تلاتة حول حد هنا تمام، ده معناه ظهور تسقيط تمام. طيب لو انا جاي شيلت دي وحطيت دي هنا وحطيت دي هنا، معناها هنا ايه؟ ظهور ايه؟ ظهور لون الف تمام. الفكره اللي انا بشتغل عليها بقى ان انا العلامه اللي بزودها لو انا عايز ازود بزود لها علامه فوق كمان مع الزياده، بمعنى كده ظهور الفردي في سلاله اربعه تمام. خلاص طب انا عايز اظهر زوجي في سلاله اربعه، ادي العلامه هنا اهي واشيل دي تمام، المفروض بحط دي هنا وبحط دي هنا وازود لها واحده كمان فوق. يبقى انا كده زودت مين؟ زودت طول التشييفه، تشييفه السادة زادت معايا هنا اهي، فيزيد معايا طول الوبر. ادي الفكره العامه ان انا باجي عند الاخير واحط علامه تمام يا شباب، باجي عند الاخير دايما احط علامه. طيب هنحط بقى ايه؟ هنحط اللي ظهور الف مع ب، ادي الف اهو تمام، دي سلال ثلاثة العادي خالص، وادي العلامه الايه؟ بتاعت الاخير اهي. يبقى انا كده عملت مين؟ ظهور الخلط خلصته، وظهور الف لوحده، وظهور به لوحده. نيجي بقى نعمل التسقيط، ادي التسقيط بتاعه اهو، يبقى علامه هنا وعلامه هنا برضك. ان يعني انت لو قفلت شلت دي خالص كده او لغيتها هتلاقي نفسك انك شغال على سلال تاني. الفكره ان انا بحط علامه على الاخير عشان ازود ايه؟ طول التشييفه بتاعتي تمام يا شباب. بعد كده هنيجي نعمل سلال خمسه، يبقى مساحته كام؟ اربعه في كام؟ في خمسه. نقول اوكي، ظهر لي هنا المساحه بتاعتي، اجيب اللون الابيض تبان معايا اهي، واعمل دي
الشبكة بتاعتي عشان تظهر لي 100 ورقة مربع. فدلوقتي المطلوب بقى من حضراتكم هنعمل ايه؟ هنعمل تركيب اللي هو سلال 3 بترتيب 2 ل2 وسلال 4 بترتيب 2 ل2. تمام يا شباب؟ ده هنرسمه وهنبعته دلوقتي، كل واحد صوره وهيبعته على الايه؟ على الواتس. تمام يا شباب؟ شكرا.